للأسف هو أن بالنسبة للإقليم ديال ميدلت هو إقليم جبلي بامتياز، هو كامل منطقة جبلية، وكما تتعرفوا بأن المناطق الجبلية يعني في المغرب يعني عامة يعني تعاني صعوبات كثيرة على مستوى جميع القطاعات، بخصوص هذه الفترة يعني بالضبط وحنا في الإقليم ديال ميدلت اللي هذه الفترة يعني عرفت تساقطات ثلجية مهمة في المناطق الجبلية على مستوى ديال إقليم ميدلت، وهذا انتج عنده بزاف ديال الصعوبات. هو ان عندنا واحد الصعوبه ديال التنقل يعني ما بين الدواوير، بحكم بان المسالك هي صعبه على مستوى ديال التضاريس، والصقيع التي يرافق يعني الفتره الصباحيه والمسائيه وبالليل، وكذلك عندنا صعوبه ديال يعني الخدمات الصحيه. وكما تعلمون بان يعني في هذه الفتره 4 ايام 5 ايام اسبوع الاسبوع في غضون هذا الاسبوع تسجلوا 3 ديال الوفيات على مستوى ديال منطقه ايميل شيل نتيجه لتردي الخدمات الصحيه، وكذلك تسجلت وفاه جنين بمستشفى الاقليمي بميدلت. هذا الجنين يعني في عمره 6 اشهر. عموما هذه نماذج يعني من بين النماذج ديال المأساة التي تعانيها المناطق الجبلية، وحنا نطالب لان الا بغينا نحصروا جميع المشاكل ديال المناطق الجبليه ما غاديش تكفي لنا دقيقه ولا دقيقتين، نطالب السلطات، نطالب المسؤولين، نطالب الجهات العليا بسن سياسات عموميه ملائمه مناسبه للمناطق الجبليه لانتشال ساكنتها من الفقر والتهميش والاقصاء الذي مورس عليها يعني منذ سنين وسنين. نطالب بعداله مجاليه تضمن كرامة المواطنين على مستوى المناطق الجبلية، وشكراً.